والدك عصاني أيضا، ووالدتك وجدت مصيبتها مع زوجها، مع أنني أنا من رباك. بأمر من سلطاننا المعظم أخذ رأس الخائن أيها الأمير حسام الدين كراجة، وقيادة الجيش الآن وظيفته. مولاي، قبل أن يسلك هذا الطريق سيدي أرطغرل سينهي أمره، سنسمع أخباره قريبا بكل تأكيد. سأخرج في الطريق غدا بإذن الله، ألديك طلب قبل أن أذهب سيد أرطغرل؟ مولاي، أتمنى لكم دوام الصحة وأن تزيدوا من قوة دولتنا قوة عبر سلطنتكم. لن نبدأ العمل هنا قبل العثور على أفضل مكان. الأمر لك. افتحوا عيونكم جيدا، المكان الذي يتدفق منه الذهب لا ينقص منه الطين. كيف سنعرف أنك ستقومين بعملك بشكل جيد؟ أتيت إلى سوقكم لكي أقوم بتكبير تجارتي، وليس فقط لأبيع هذه البضاعة التي أحملها معي. ما الأمر كريتوس؟ الإمبراطور تراجع عن إرسال الجيش، يريد أن يستمر الصلح. الجبان راوغنا على مدى أشهر. بينما كان السلطان في أميد كان بإمكاننا إنهاء أرطغرل. سنقوم بالأمر كريتوس، لن نتخلى عن ذلك أبدا. دون أن أنتقم لابني لا يمكنني العيش. نحن سننتقم منهم، من أجل ابنك ومن أجل جنودنا الذين أخذوا أرواحهم. هذا أمر من الرب لنا. دم ابني لن يبقى على الأرض أريس. لن يبقى كريتوس، لا تقلق أبدا، سنتدبر الأمر بأنفسنا وسوف ننتقم منهم لابنك، كن واثقا. سأنهي أرطغرل بجيش دون مساعدة أحد، وستكون مهمة تجهيزهم لك أريس. اجعلهم قادرين على محاربة الأتراك، سوف ننتقم منهم قبل أن يهاجر أرطغرل مع قبيلته إلى سوغوت، وعندها سوف ينام ابني مرتاحا في قبره. أنا بأمرك كريتوس. يجب أن ننهي العمل باكراً. هل جهزت نفسك من أجل العيد؟ الطبول تقرع. لابد أن أحدهم قادم. من القادم؟ لماذا تقرع الطبول؟ سنرى الآن. أحدهم قادم. إنه السيد أرطغرل. هذا صحيح. لقد جاء سيدنا. جاء سيدنا. سنحتفل معاً بعيد الربيع. أهلاً بك سيد أرطغرل. أهلا بك سيدنا. أمي، أبي قادم. أهلا بك يا سيدي. أهلا بك سيد أرطغرل. أهلا سيدي. سأذهب وأدق الحديد مع أبي. أهلا بك يا سيدي. شرفتنا سيدي. أهلا بك يا سيدي. أهلا بك يا سيدي. شرفتنا سيدي. شرفتك يا سيدي. أهلا وسهلا بك. شرفتنا سيدي. شرفتنا. أهلا بكم. أهلا بك يا سيدي. أهلا بالسيد أرطغرل. أدامك الله. عيد ربيع المبارك. عيد ربيع المبارك. أهلا بكم. أهلا بالسيد. ابنتي أنت حامل، اذهبي وارتاحي في الخيمة. أنا بخير أمي، لا تقلقي أنت، زوجة السيد يجب أن تقف معه في العيد. أهلا بك سيد أرطغرل. أهلا بك يا سيدنا. أهلا بك يا سيد أرطغرل. أهلا بك يا سيد أرطغرل. أهلا بكم يا أبطال. عاش السيد أرطغرل. أهلا بك سيد أرطغرل. عاش سيدنا. أهلا بك. أهلا بكم. أهلا بك. أهلا بك يا سيد أرطغرل. أهلا بك يا بطلي، ما شاء الله. أبي، أهلا بك. أهلا بك بني، أهلا بك. أمي، أهلا بك. أهلا بك يا أمي. أهلا بك سيدي. أهلا بك يا حليمة. ليديمك الله لنا في الكثير من أعياد الربيع سيد أرطغرل. آمين. سلمت يا حليمة. أبي، أنا أيضا سأدق الحديد وسأضرب أيضا بدل سافجي وبدل أخي الذي سيلد.
ما شاء الله على بطلي. خذ مطرقتك وقف على رأس السندان. هيا تعال لنرى يا شبل الأسد. سادة قبيلة الكاي الأبطال وسيداتها البطلات، عندما أذاب أجدادنا جبل الحديد قبل عصور من الآن، كان الوقت وقت الربيع. في تلك اللحظة بعد أن أذاب أجدادنا الحديد وعرفوا كيف يدقونه ويطرقونه، ولد التركي من جديد وحل الربيع على العالم. الآن سنحتفل بعيد الربيع كما احتفل به أجدادنا من قبل، وإن شاء الله سوف يكون من نصيب أجيالنا أن يحتفلوا بقدوم عيد الربيع مثلنا أيضا. إن شاء الله. آمين. إن شاء الله. آمين. إن شاء الله. آمين. سيدي. آمين. إن شاء الله. إن شاء الله. بإذن الله سيدي. آمين. إن شاء الله. آمين يا سيدي. آمين. فلتضرب أنت أولا سيدي الحديد وكسيد لنا مجددا، وليصل الصدى إلى الجبال لنبدأ عيدنا. أدامك الله سيد أرطغرل. أدامك الله سيد أرطغرل. أدامك الله سيد أرطغرل. سلمت سيد ترغول. سلمت سيدي. سيد جونالد فلتتفضل ونرى مهارتك. سلمت سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. هيا يا أبطال. أمرك سيدي. حسبنا الله 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 حسبنا الله. من أخبرنا بهذه القافلة كان محقاً، لديهم الكثير من البضاعة، بضاعة ستغنينا كلنا. حاصروهم، لا تدعوهم يهربون. هناك هجوم هناك هجوم. هيا اقتلوهم.
سنتسابق معا بحمل الأغنام للمرة الأولى. سيد تورغوت، أخبرني من منكم الأكثر مهارة؟ نتسابق مع سيدي أرطغرل منذ زمن، لكن لم يربح أحد منا أي سباق دخله سيدي. سلمت يا بطلي. يا أبطال، هل هناك متسابق آخر؟ هناك سيدي. رمزي، أنا موجود. أهلا بك أخي بامسي، أهلا بك. أيعقل أن تلعب اللعبة من دوني سيدي؟ كيف ستكون لعبة حمل الخرفان بدوني سيدي؟ أهلا بك يا أخي، أهلا بك أيها البطل. أخبرني كيف حالك؟ بخير، بخير سيدي. أمي، أمي هيمة، كيف حالك أمي؟ كيف حالك؟ أهلا بك بني. أهلا بك يا أمي. ما الأخبار بامسي؟ هل السيدة حفصة بخير؟ كيف حال الطفل سيد بامسي؟ بخير، بخير، ولدت زوجتي والحمد لله. ما شاء الله. 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 مبارك. ما شاء الله. ولدت زوجتي طفلة كوجه القمر. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. مبارك سيد بامسي. مبارك. انظروا إلى أخي البطل بامسي بأبنائك وبناتك، سوف تعمر قبيلة الكاي. لماذا لم تحضرهم معك؟ لأنهم يستريحون الآن سيدي، فور استعادتهم لنشاطهم سوف أحضرهم سيدي. حسناً أخي، حسناً. لتربى ابنتك في رعاية والديها. سلمت سيد جون ألب، سلمت. قمت والحمد لله بالأذان في أذن ابنتي بنفسي وأسميتها، أسميتها أسليهان. أخي، ليرزقك الله المزيد من الأولاد وليحفظهم ولتكن أعمارهم مديدة بإذن الله. يا أخي، رائحة القبيلة كانت في أنفي منذ فترة، ووصلت في وقت اجتماع عيد الربيع. سيدي، إن كنت تسمح لي أنا أيضا أريد أن أشارك في لعبة حمل الخرفان. نعم سيدي، اسمح له. اسمح نعم له سيدي. وهل يعقل أن يجري تحد دون بامسي؟ كلا. حسناً إذن، تعال معنا لنرى إن كنت ما زلت قوياً. إن شاء الله. سلمت سيدي. هيا جهز نفسك بامسي. حسناً سيدي. هيا انسحبوا بسرعة. لقد حان وقت التحدث مع أرطغرل. خذ القافلة واذهب إلى سوق الخان فوراً، وأنتم تعالوا معي، سنذهب إلى قبيلة أرطغرل. هيا يا أبطال.
الله الرحمن الرحيم. هيا يا أبي، هيا أرطغرل، هيا أرطغرل، هيا أرطغرل، هيا أرطغرل، هيا سيد بامسي، أسرع، هيا بسرعة، أسرع، هيا تقدموا، هيا أبي أركض، هيا أبي أركض، هيا تقدموا، أحسنتم، هيا تقدموا، هيا أسرع يا أبي، أحسنتم، هيا هيا أبي، هيا أحسنتم يا أطفال، هيا تقدموا، هيا بسرعة، هيا هيا أحسنتم أيها الأبطال، أبي السيد أرطغرل، أحسنت سيد أرطغرل، لقد كنت قويا جدا يا أبي، لقد هزمت الجميع. عندما تكبر سنتسابق سويا. ما شاء الله على أبطالي. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. أحسنتم يا أبطال، أحسنتم، كان سباقا رائعا. تعال جنان سيدي. سيدي يا بطلي. ما شاء الله يا أبطال، ما شاء الله. لا تتعبي نفسك يا حليمة. أنا بخير سيدي، لا تقلق، الطفل لا يبقى هادئا حتى لو جلست. إن كان سيأتي ولدنا عثمان كما حلمنا به يا سيدي، فاعلم أنه لن يستطيع أحد ضبطه. حليمة، يجب أن نكون أشداء كحصان أصيل. ليكن أولادنا مثلنا، وليحافظوا على أصالتنا وأصالة أجدادنا أيضا. إن شاء الله سيدي. سيدي. خيرا. لقد عادت المرأة التي رأيناها في السوق وتريد رؤيتك. من تكون هذه المرأة؟ أين هم؟ اللعنة. توقف. إلى أين تذهب؟ تحدث يا رجل. هيا اقتلوه إذن.
ما هو الأمر الذي جعلك تقاطعين أيدنا؟ قلت عيدا؟ قطاع الطرق قد هاجموا قافلتنا وأنت تحتفل هنا سيد أرطغرل. قطاع طرق؟ أين قابلتمهم؟ على طريق الغابة وقد قتلوا رجالي. سيد بامسي ألب، ألم أقل احموا الطريق جيدا؟ من أين جاء هؤلاء؟ حراسنا يتناوبون دائما سيدي، لم تهاجم القوافل منذ زمن. إذا أنت لم تعد مناسبا لوظيفتك. سيد أرطغرل، أتينا إلى هنا وفقا لدعوتك. سمعنا في الأنحاء أن أراضيكم آمنة، وضعنا ثقتنا بك، لكن قبل أن نصل إلى السوق هجمنا وقتل رجالنا، وقد كدنا أن نخسر كل أموالنا أيضا. يجب ألا تترك التجار الذين وثقوا بك حتى تحتفل وتقيم الأعياد. يا سيدة، فكري جيدا بما تقولين. تقفين أمام السيد أرطغرل أمير القبائل، وقد نشر السيد أرطغرل الأمانة في هذه الأراضي حتى هذا اليوم، وسوف يلاحق قطاع الطرق ويحاسبهم بإذن الله. أيًا كان قطاع الطرق هؤلاء سنحاسبهم، وإن كان لديك خسائر سنعوضها لك. منذ مدة ولم يجرؤ قطاع الطرق على مهاجمتنا، ولن نسمح لهم بالقدوم من بعد الآن. كوني واثقة من هذا. عودي إلى السوق وترأسي عملك فيه. نحن جئنا من أجل السعي وراء رزقنا، وأرجو أن تكون عند وعدك. وإن لم تستطع أن تحمينا فنحن نعرف كيف نحمي أرزاقنا جيدا. اسمح لنا. هذه المرأة تمادت سيدي. تمت مداهمة قافلتها ورجالها قد قتلوا. لنفكر هكذا تركوت. هل أرسل جنودا من القلعة لإيجادهم سيدي؟ لا داعي يا سيد جونال. بامسي، جهزي المحاربين. تولغوت، سيد جونال، جهزوا أنفسكم. قطاع الطرق الذين هاجموا قافلة هذه المرأة سنهتم بهم بأنفسنا. أمرك سيدي، أمرك سيدي. من هذا الرجل يا ليو؟ لا أعلم من يكون سيدي. قال إنه مسافر، ليس شخصا عاديا. أنا متأكد من أهمية ما سيقوله. وما المهم في كلامه؟ أرطغرل. أقلت أرطغرل؟ وماذا يريد منه؟ يريد رأسه سيدي. أدخلوه. أمرك سيدي. ماذا ستخبرني عن أرطغرل أيها الرجل؟ أنت تريد أن تأخذ انتقام ابنك من أرطغرل، أليس كذلك؟ لكن يجب أن تنظف الأوساخ التي حولك أولا. ماذا تقول يا رجل؟ ومن تكون أنت؟
أنا مجرد مسافر يا حضرة الحاكم. لابد أن هؤلاء هم قطاع طرق سيدي، واضح من أكياسهم. هذا صحيح تورغوت. سيوفهم جيدة للغاية، من الواضح جدا أنهم رجال ماهرون في القتال. وبما أنهم قد وصلوا إلى هذه الحالة فالتجار ماهرون في القتال أيضا. بالتأكيد سيدي. ربما أصبحوا ماهرين في القتال سيدي ليحافظوا على أنفسهم ضد الهجمات، أو أنهم يتعرضون للكثير من قطاع الطرق. سيدي، وجدت آثارا قرب النهر بهذا الاتجاه. هيا يا أبطال لنقم بملاحقتهم. لم نعم ببدوء مثل هذا منذ زمن. صحيح. هل أعجبك الثوب؟ أجل جدتي. لقد جهزت كل هذا بيدي. سنوزعهم على أطفال القبيلة، يجب أن نسعدهم، فهذا اجتماع الربيع. لا تقلقي أم هيمة، أنا والأخوات سنعطيهم للأطفال. حسناً ابنتي. أمي، أياً كانت تلك المرأة فقد هبطت على عيد الربيع كالظل. لا تبالغي، قطاع الطرق هاجموها، لابد أن روحها تحترق، وإلا لم تكن لتقاطع عيدنا بهذه الطريقة. لا أعرف، لكنني لم أرتح لها أبداً يا أمي. ليعاقب ولدي قطاع الطرق هؤلاء أولاً، وإن كان لدى المرأة أمر سوف يظهر بإذن الله. ما الأمر ابنتي؟ أظن الطفل ركلني في بطني. حليمة، هل أصابك شيء ابنتي؟ ها؟ ابنتي، هذا لا يشبه الركل أبدا. صحيح ما تقولينه،
هذا لا يشبه الركلة أبدا أمي. تمددي على فراشك ابنتي. ألششيك، جهزي الفراش لها ابنتي. أمرك أم هيمة. قندوز، هاك جميع الملابس، وزعها على الإخوة والأخوات في القبيلة. هيا بني. حسنا جدتي. تعالي يا ابنتي، تعالا. بهدوء يا ابنتي، بهدوء، ارتاحي. أجل. تمالكي نفسك يا ابنتي. أمي. نعم. ازداد ألمي يا أمي، حفيدك قادم. تحملي قليلا وتحلي بالصبر، ابنك قادم على خير بإذن الله يا ابنتي. من يعلم، ربما سيأتي عثمان الذي بشرنا به. ألششيك، هيا أعطني سابجي. سلمت يا ابنتي. يبدو أن أخاك قادم يا سابجي. ألششيك، سخني الماء ابنتي، واذهبي وأخبري القابلة أنه حان وقت ولادة حليمة. أمرك أم هيمة. اهدئي. أمي. نعم. ازداد الألم يا أمي. تحملي ابنتي، بقي القليل، تحملي يا حليمة، تحملي. هيا يا صغيرتي، لا تقلق على أمك يا نور عيني، لا تقلق. من أنتم؟ ماذا تريدون؟ كيف تجرؤون على مهاجمة قافلة على أرضي وهي قادمة إلى سوقي؟ إنه أرطغرل، اهجموه. من أين أتيتم؟ كيف تجرؤون على مهاجمة القوافل على أرضنا؟ لقد أخبرنا رجل عن مرور هذه القافلة وعن الطريق الذي سيسلكونه. من هذا الرجل؟ أنا لا أعرفه، لا أعرفه، أخبرنا ذلك. هذا لم يكن هجوماً عادياً إذن. ذلك الرجل أرادهم أن يهاجموا هذه القافلة بشكل خاص. لابد أنه يوجد أمر بين التجار وبين هذا الرجل. لا أحد تكفي قوته لفعل شيء كهذا على أرضنا سيدي. إذن من هو؟ من الذي حاول قتل هذه المرأة ورجالها؟ ودل قطاع الطرق على طريق تجارتهم. سيدي الحاكم، تعال معي، انظر ماذا أحضرت لك معي من القسطنطينية.
أخبرني هل أعجبتك؟ ما الأمر كريتوس؟ الأمر هو الأمير سعد الدين يا ماريا. وما دخل سعد الدين بنا؟ أمن أجل أن تنجي من سجن أرطغرل؟ دخلت سرير سعد الدين أيضاً؟ كريتوس! أخبرني كيف تجرؤ؟ استغليت ألمي على ابني واستغليت كرهي لأرطغرل وخنتني وأرسلت أسراري للأمير سعد الدين. كيف تفعلين هذا؟ تكلمي كيف تجرؤين؟ ستموتين. اتركني أرجوك، لقد كان حبي وإخلاصي لك حقيقيين كريتوس. صحيح أني قبلت بعرض الأمير سعد الدين كي أنجو من السجن، لكن بعد أن فتحت أنت ذراعيك لي لم أستطع خيانتك أبدا. أنا أحببتك كريتوس، لقد أحببتك حقا. أنت الحياة بالنسبة لي. أنت تكذبين، ستموتين. أحببتني؟ أحببتني لدرجة أن تقتليني؟ We'll be right back.